جامعة شندي أمانة الشؤون العلمية كرنفال التخريج الثالث يناير 2018 تحت شعار خريج واعد لوطن رائد لخريجي الجامعة من حملة الدبلوم التقني والبكالوريوس والدراسات العليا في السنوات 2003 إلى 2017 الزمان السابع بيناير 2018 الساعة 10 صباحا المكان مجمع التربية شندي بتشريف رئاسة الجمهورية ورعاية كريمة من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف بروفيسور تاج السير حسن مدير الجامعة وعليه تهيب الجامعة جميع الخريجين الإسراع بتأكيد مشاركتهم.